ومشاهدينا نصب عليكم من جديد، نشكر الزميل أحمد أبو حماد على هذا التقرير طبعا المرتبط بالموضوع اللي رح نتحدث فيه اليوم مع ضيفنا الكريم المهندس نواف الدغمي، وهو مدير إدارة التعليم المهني والإنتاج في وزارة التربية والتعليم. زي ما حكينا يمكن في بداية لقائنا ومشوارنا الصباح اليوم قديش مهم التعليم المهني، اليوم رح نتعرف من خلال ضيفنا على أهمية التعليم المهني، على ثقافة العيب يمكن اللي ممكن إنها تقف حاجز أمام أبنائنا من إنهم يكملوا وبناتنا إنهم يكملوا في التعليم المهني، ورح نعرف أيضا التخصصات الأشخاص اللي حابين والطلاب اللي تخرجوا من التوجيه وحابين ومقبلين على هذا التعليم. بداية بدي أصب عليك صباح الخير مهندس نواف، يعطيك العافية. الله يعافيك يا هلا. شاهدنا يمكن بالتقرير جزء بسيط من التعليم المهني، والتعليم المهني يعني بحر واسع في العديد من يمكن المهن، لكن بالبداية حابين نعرف من خلالك قديش مهم التعليم المهني، وقديش الأردن وسوق الأردن محتاج للأشخاص اللي ممكن أنهم يقوموا بالتعليم المهني. بداية يسعدني إنه إحنا هذا الموضوع يثار على مستوى الوطن، لأنه تنبع أهمية التعليم المهني من النظرة لاقتصاد البلد ولتنمية الموارد البشرية. صحيح. وزارة التربية والتعليم بتعد التعليم المهني مرحلة أساسية من مراحل التعليم، بحيث ينتقل في تنمية الموارد البشرية، هذه ينتقل فيها الطالب من المرحلة الأساسية إلى سوق العمل أو الجامعة. احنا بنستقبل الطلبة في التعليم المهني من المراحل الأساسية، وبالتالي بتم تدريبهم وتعليمهم في مشاغلنا ومدارسنا المهنية على مساحة الوطن كاملة، وبالتالي بنخرجهم إما للجامعات لإكمال دراسات العليا أو لسوق العمل. نعم. عادة احنا يعني ثلاث ارباع الطلبة بتوجهوا لسوق العمل، وفي الان اصبح بازدياد مضطرد اللي هي زيادة الطلبة الذين يتوجهون للتعليم العالي. نعم. حقيقة للتعليم المهني عندنا افردت وزارة التربية والتعليم مساحة واسعة لهذا النوع من التعليم، والآن تجري خلينا نقول إعداد خطط إصلاحية لتطوير التعليم المهني بتوجيه من معالي وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنبات، اللي هو الآن يعني بنهض في خلينا نقول في التعليم العام والتعليم المهني اللي هو جزء من المهام الرئيسة لوزارة التربية والتعليم. احنا وزارة التربية والتعليم خلينا نقول عندها حوالي 197 مدرسة مهنية على مساحة الوطن كامل، اي بما يقدر بحوالي 592 موقع مهني على مساحة الوطن كاملا. كيف الإقبال مهندس نواف على التعليم المهني؟ والله الإقبال بازدياد وخلينا نقول تصاعدي من عام لعام، وفي خطة الآن لاستقبال أو زيادة النسبة من خلينا نقول من 13% الحالية إلى 25% خلال الخمس أعوام القادمة. احنا بنعرف التعليم المهني مكلف، مش مثل التعليم الأكاديمي، مقارنة بالتعليم الأكاديمي فهو مكلف، واحنا بنعرف انه امكانياتنا امكانيات الدولة الأردنية، والا انها افردت مساحة واسعة لهذا النوع من التعليم، بحيث نرى الان حوالي يعني 28,000 طالب وطالبة و 28,600 وكسور على مقاعد الدرس وفي مشاغل المهنية المختلفة. وأفردت أيضا وزارة التربية والتعليم مساواة بين الإناث والذكور في هذا النوع من التعليم، بحيث أصبحنا نستقبل الإناث في التعليم المهني
بكافة أنواعه. احنا بنعرف انه التعليم المهني عندنا أربع تخصصات اللي هي الصناعي، الزراعي، الاقتصاد المنزلي، الفندقي والسياحي. نعم. هلا في اشخاص من الخريجين التوجيه هل بيقدروا يكملوا بالتعليم المهني اللي ما اسعفهم الحظ انه يكون عندهم دراسه جامعيه؟ طبعا. الان حتى في عندنا كليه عمان للمهن الهندسيه بتستقبل الطلبه حتى اللي ما حصل على الثانويه العامه لاكمال دراسته او تاهيله بحيث يصبح عامل مهني. نعم. هذا التصنيف المعياري العربي واللي هو ينسجم مع التصنيف المعياري العالمي لخريج المدارس المهنية أو الصناعية. الآن يعني بنقدر نقول أنه تقريبا 70% بتوجهوا لسوق العمل. نعم. 30% بتوجهوا للجامعات. التعليم المهني في يعني على مستوى التعليم الصناعي عندنا حوالي 27 تخصص الآن. طبعا تجري هيكلتها الآن لنوعين من التعليم، التعليم اللي ممكن الطالب فيه يتابع مساره الجامعي، هذا يعني جعلناه أو من خلال الهيكلة اللي راح تصير خلال السنوات الخمس المقبلة بحيث أنه يتناغم مع التخصصات الموجودة في جامعاتنا. صحيح. تفضل. المسار الاخر اللي هو المسار التعليمي المهني التطبيقي العملي اللي بنغلب عليه الجانب العملي على الجانب النظري. هذا النوع من التعليم اصلا هو موجود بمدارسنا يعني بالقانون مسموح، الا انه غير مطبق. الان بدنا نعود لتطبيقه بحيث نفرد مساحه اكبر لاستقبال اعداد اكبر وللتركيز على الفنيين المهرة اللي ممكن يفوا بحاجة السوق. نعم. بالنسبة مهندس نوافي عم تحكي 70% من الأشخاص يمكن اللي بكملوا تعليم مهني بتوجهوا لسوق العمل مباشرة، وبس 30 يمكن حوالي يعني عم نحكي بأرقام تقريبية لدراسة الدراسة الجامعية. يعني عم نحكي إنه سوق العمل عم بيستوعب أعداد كتير كبيرة من الأشخاص اللي ممكن أنهم يكونوا بتعلموا مهنياً، فإحنا يعني يمكن عم نحكي بخطوات خلنا نقول تطبيقية، وحالياً يمكن كتير من الأشخاص زي ما حكينا يمكن يتخرجوا من التوجيهي لا يسعفهم الحظ أنهم يكملوا جامعات. قديش مهم التعليم المهني وقديش مهم انه نلغي ثقافه العيب؟ يعني يمكن خلينا نحكيها ببساطتها، يمكن كثير اشخاص بخافوا انه والله اذا بده يروح يتجوز بده يسالوا ابو البنت شو معك شهاده، يعني صارت الشهاده هلا يمكن مقياس لتقييم الشخص، وللاسف لانه الشهاده هي مش معيار ولا تقييم. شو بنحكي للاشخاص اللي بيحضرونا هلا، وشو بنحكي كمان للطلاب اللي حابين يمكن يكون عندهم مهارات فعلا فنيه ومهنيه تفوق المهارات الاكاديميه وممكن انهم يبرزوا في سوق العمل ويجيهم دخل افضل من لو كانوا خلينا نقول يمكن بيشتغلوا اي عمل اكاديمي؟ بدايه خلينا نقول النظره الدونيه او النظرة للتعليم المهني هذه الآن بدأت تتغير الحمد لله، لأنه خريج المدارس المهنية أو المعاهد المهنية أو مؤسسة التدريب المهني الآن يجد فرصة عمل مباشرة وبأسرع من الطالب صاحب المؤهل الجامعي اللي احنا الآن بنعرف انه في ديوان الخدمة المدنية في تخصصات راكدة حتى للطلاب الجامعيين، يعني في تخصصات لا يمكن انه بعد 10 سنوات بيظلوا ينتظر حتى يجد فرصة عمل، بينما انه الآن خلينا نقول على مستوى التعليم الفندقي والسياحي انه حوالي 8000 فرصة عمل في العقب. طيب. احنا بنعرف شو الفنادق اللي قاعده تقام اللي الان تقام في مدينه العقبه اللي احنا بنعتبرها ثغر الاردن الباسل والسياحي. صحيح. واحنا بنعرف شو التوجه نحو العنايه بالسياح، انعاش السياح وانعاش السياح، فحوالي 8000 فرصه عمل خلال العامين القادمين في العقبه فقط، هذه لحالها بتكفل انه للقضاء على البطاله في منطقه الجنوب في جنوب الاردن. واحنا بنعرف انه في بطاله وفي وحتى وتقضي على الفقر بالتالي، يعني هذه فرص عمل، واحنا بنعرف قديش في عماله وافده
من دول شرق آسيا صحيح. موجودة الآن في فنادقنا في في, في منطقة العقبة. يعني خلينا نقول في الأردن يعني هذا هذا رقم تقريبي في فوق النص مليون عامل وافد ومهني. صحيح. يعني مقارنة العامل الوافد بيكلف علينا لما يجي على الأردن بده سكن، بده تأمين صحي، بده خلينا نقول السفر والتنقل ومن بلده للأردن ومن الأردن لبلده اثنين، بعد ما يأخذ خبرة سنتين هو بيجي بيجان يحسن وضعه صحيح. سنتين بيترك. بعد سنتين بيترك. إذا الخبرة اللي أخذها إحنا فقدناها، ما استثمرت صحيح. بينما لو أعددنا شبابنا صحيح. وأخذ خبرة 10 سنوات بالعكس هو بيتمسك، كل ما زادت خبرته بيتمسك في العمل، وصاحب العمل إن أعطاه حوافز بيكون أعطاها، بيكون مش يعني بفقد في التغيير، صاحب العمل بفقد في تغيير العمال من سنة لسنة، كل سنة بده يجدد تصاريح ويعمل عمال جداد، بينما نفس الخبرات لما ببنيها في نفس الموقع الشخص بتأهل العمل، بيكون مكان العمل جاذب أكثر، وبتكون على مستوى فندق أو مطعم أو كذا بأي مهنة كانت في التعليم الفندقي والسياحي مثلا بيكون جاذب أكثر. هذا من خلينا نقول في هذا الجانب أو في هذا التخصص. التعليم الصناعي إحنا بنعرف عندنا 27 تخصص، يعني بنعرف الأردن كانت ترفد كل دول المنطقة ودول الخليج، يعني بالأحرى بنيت بسواعد أردنية بأيدي عاملة ماهرة فنية أردنية صحيح. وهذا ما بينكروه لا 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 أشقائنا في دول الخليج ولا أبنائنا اللي الآن أصبحوا خلينا نقول في مراحل متقدمة من عمرهم هذول الناس. فما زال الأردن الأردن بلد يعتمد بالدرجة الأولى على الموارد البشرية صحيح. ويعتمد على ويجب أن يهتم، يعني لا, 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 لا مفر من الاهتمام في تنمية الموارد البشرية صحيح. لأن هي المورد الأساس للدخل القومي للاقتصاد الأردني، أحد المقومات الرئيس. إحنا بنعرف إحنا بلد ما فيه لا بترول ولا غيره صحيح. يعني إحنا بنعرف يمكن كمان بدول الخارج، إحنا على سبيل المثال نأخذ الولايات المتحدة، يعني الأشخاص المهنيين دخلهم جدا عالي، يعني لدرجة إنه يمكن أصحاب البيوت بتعمل كل أمورها وما بتضطر إنها تجيب شخص من الخارج يصلح لها أو يقوم بالإصلاحات، لأنه فعلا تكلفتهم كتير عالية. وإحنا دائما بنقول يعني لكل الخريجين اللي عم بيدرسوا أو اللي خلصوا الدراسة، يعني يا شخص بيقوم بإشي بيحبه يا إما بيقوم بإشي السوق بيتطلبه، لأنه بالأول بالآخر أنت بتدرس حتى تدخل دخل مش حتى تقعد في البيت. فيعني التعليم المهني هو بحر، إنه في عنا بطالة في كل التخصصات الجامعية صحيح. من الطب الهندسة كل، يعني أنا ابني خلص توجيه السنة جايب معدل 88 الله يبارك فيه، بقول له اختار في التخصصات، روح على نقابة المهندسين، راح على النقابة قالوا له كل التخصصات فيها يعني راكد، يعني ما في شغل صح صحيح. تعرف الآن احنا يجب ان نتوجه للتعليم المهني والتدريب المهني في خلينا نقول في المدارس المهنية والتعليم المهني في مؤسسة التدريب المهني، بحيث انه تكون المدة قصيرة. الآن مباشرة الخريج يجد فرصة عمل. احنا بنعرف الدول خلينا نقول دول شرق آسيا اللي سموهم نمور آسيا في الصناعة صحيح. اليابان بعد الحرب العالمية الثانية وأدي الدول وسنغافورة بنعرف هذه الدول كانت يعني خلينا نقول طلعت من الحرب العالمية الثانية دول منتهية يعني اقتصادية، اعتمدت بالدرجة الأولى رجعت للتعليم المهني وللتعليم بشكل عام وللتعليم المهني بشكل خاص، وبالتالي أصبحت اليابان منتجاتها احنا بنعرف انها اكتسحت كل الاسواق العالميه في جودتها وفي في في وحتى امريكا الان ودول اوروبا اللي هي خلينا نقول الاساس والصناعات تعاني من المنافسه في مع المنتج الياباني اللي بنعرفه عرفت على مستوى الالكترونيات، حتى الان الصناعات السيارات المركبات اللي هي خلينا نقول انفردت فيها اوروبا واسيا وفرنسا اسيا المانيا وفرنسا الان، يعني مع مقارنه مع
خلينا نقول المنتج الياباني تنافسها. ما في منافس. طب ما في منافسة. هل في مثلا توجه يمكن بنشوف كثير في دول برا والتجربه اللي برا في مؤسسيه للمهنيين، يعني بيكون في شركه مثلا خلينا نقول او مؤسسه تحتوي على عدد كبير من المهنيين، سواء زي ما تفضلت يمكن من عمال من عمال يعني بيوردوا عمال بكافه الاشكال، من تدفئه، من صناعه، من اصلاح، يعني هذا ممكن يكون في خلينا نقول يعني مظله يكونوا في تحتها هدول المهنيين، هل ممكن يصير هيك شيء بالاردن؟ والله احنا بنتمنى انه يكون التعليم المهني في الاردن تحت مظله واحده، بحيث انه يكون الدعم الموجه للتعليم المهني يكون فيه التركيز، انه يصب في بوتقه واحده، يصب في مكان واحد للتعليم المهني. احنا الان بنعرف انه في تشتيت في خلينا نقول في الدعم، بحيث انه شيء بتوجه لوزاره التربيه، الشركه الوطنيه الان بدات خلينا نقول في الاردن في الخطوات اللي لملمت هذه القطاعات بحيث انها تكون تحت مظله واحده. احنا بنتمنى يكون التعليم المهني، يعني في بعض الدول في وزاره خاصه بالتعليم المهني. صحيح. مهندس نواف، يمكن في نهايه لقائنا بس السؤال الاخير يمكن الاشخاص عم بيستنوه، اللي هو التخصصات هيك بشكل سريع، التخصصات اللي بتضم التعليم المهني، وشو اكثر التخصصات المفقوده حاليا؟ يمكن حكينا عن قطاع الفندقه واداره الفنادق او الخدمه في الفنادق، شو في تخصصات اخرى ممكن انه الاشخاص اللي عم بيحضرونا يستفيدوا من هذا الموضوع؟ والله احنا شوفي عندنا التخصصات التعليم الصناعي 27 تخصص، يعني اذا بدي اعدل لك لحالا بدون برنامج، لكن بالصناعه لكن ممكن ارزق لك كهرباء مثلا، ميكانيك السيارات الديزل البنزين، ميكانيك السيارات البنزين، التكييف والتبريد، التدفئه المركزيه والتمديدات الصحيه، الإخراطة وتسوية المعادن، الميكانيكا العامة، الميكانيكا الآلات الدقيقة، الإلكترونيات، وفي الزراعي، الفندقي، الاقتصاد المنزلي، الاقتصاد المنزلي اللي هو التجميل، تربية الطفل، إنتاج الملابس، التصنيع الغذائي، يعني تخصصات متنوعة ومتشعبة. وكل الأشخاص اللي حابين يعرفوا أكثر وين بيقدروا، في عندكم موقع إلكتروني بيقدروا يعرفوا هاي؟ طبعا في على موقع وزارة التربية والتعليم موجودة هذه التخصصات مبينة على في إدارة التعليم المهني. الآن خلينا نقول ممكن أي طالب بإمكانه يفتح على موقع وزارة التربية والتعليم ويجد هذه التخصصات، وأيضا في مدارسنا توزع نشرات تعريفية، وفي لجنة للتوجيه المهني أصلا بتقوم بدورها، وفي مادة احنا بنعطيها التربية المهنية في المراحل الأساسية حتى يتم اكتشاف الإبداع وعند الطلبة والتوجه المهني لديهم. كذلك هذه كمان في كل محافظة وفي كل لواء، هذه اللجنة لجنة التوجيه المهني خلينا نقول بتنور الطلبة في مقاعد الدرس وزيارة للمدارس المهنية الموجودة في نفس اللواء أو المحافظة. صحيح. بدنا نشكرك مهندس نواف الدغمي، يعني استفدنا من اللقاء، وإن شاء الله كل الأشخاص اللي عم بيحضرونا كمان استفادوا. مهندس نواف الدغمي، مدير إدارة التعليم المهني والإنتاج في وزارة التربية والتعليم، شكرا لك وإن شاء الله صباحك طيب. شكرا. ومشاهدينا كل الأشخاص اللي حابين يعرفوا أكثر عن التعليم المهني، ادخلوا على موقع وزارة التربية والتعليم، هناك كل التخصصات، وننصح كل الأشخاص يعني يفكروا بطريقة خلينا نقول فيها إنتاجية شو بدهم يدرسوا حتى يقدروا يعرفوا شو الدخل اللي بدهم يحصلوا. ما بدنا بطاله، لانه اكتفينا من البطاله واكتفينا من اعداد الاشخاص يمكن اللي للاسف ما عم بيقدروا يحصلوا على وظيفه. ان شاء الله صباحكم طيب، بنرجع بعد الفاصل مع سمر اكيد وضيوفها، خليكم معنا.